إذا سألتني هذا السؤال، يعني هل ماذا سأشعر لو اضطريت أنا شخصياً لكي أصافح أو ألتقي مع مثلاً شخص من جماعة أردوغان أو من يشبهه أو من يمثل نهجه؟ لن أتشرف بمثل هذا اللقاء وسأشعر بالإشمئزاز، ولكن المشاعر نضعها على جنب عندما يكون هناك مصلحة وطنية. إذا كان هناك لقاء سيحقق نتائج، كل ما يحقق مصلحة الوطن لابد من القيام به، وهذه مهام الدولة. لا أعتقد، لا أتوقع إذا حصل لقاء أن يكون هناك نتائج إلا إذا تغيرت الظروف بالنسبة للتركي، ولأن التركي الأردوغاني هو شخصية انتهازية ومنظومة انتهازية وعقيدة انتهازية، فهي ستحقق نتائج بحسب تغير الظروف عندما تكون مضغوطة بحسب الظروف الداخلية أو الخارجية، أو ربما فشلها في سوريا عندها ربما تحقق نتائج.